سلمى، هلا فقرتنا كتير حلوه ومميزه واكيد رح نحكي فيها، انه اليوم اكيد ما بقى رح نكبشي، رح نستعمل كل الاشياء الموجوده حوالينا بطريقه حلوه وممكن تصير مع المستقبل مشروع خاص فيها. ضيفتنا لليوم بابره خيط واقمشه متنوعه قدرت ضيفتنا هدى بيلتو ترسم عالمها الخاص بصناعه الدمى القماشيه، المهاره والموهبه ما كانت الا باب جديد لحتى تفتح مشروع خاص اكيد عن الدمى القماشيه وكيف بنقدر نستفيد من هي الاقمشه بالصناعة. رح نحكي بالتفصيل مع ضيفتنا مثل ما قلنا اكيد هدى بيلتو. بنقول لك يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك ست هدى. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش هيك ونحكي اول قصه لدميه اشتغلتي فيها، شو كان السبب لحتى بلشتي بهذا المجال؟ انا بالاساس مدرسه اجتماعيات وبس هوايتي الرسم والاشغال اليدويه، فكنت اشتغل العاب صغيره بدايه، واول لعبه اشتغلتها لابني دبدوب صغير كان فكتير حبه ونيمه جنبه لهلا، فهذا شجعني انه اعمل العاب اكثر واكثر، وجنبنا كان في مدرسه ابتدائي فاشارك بمعارض واعمل لهم دباديب، اعمل لهم شغلات بسيطه، فلاحظ الفرحه على الاطفال يحبوها كثير، وانا كثير انبسطت وقت لقيت هالسعاده على الاطفال والفرحه شجعني اكثر، ويعني صرت اشتغل اكثر واكثر. وبدايه الاحداث استقلت من التعليم وبدأت باعمالي هوايتي، فدخلت بمشروع خلايا النحل مع دكتورة سحر البصير، وعملت يعني معها وعملت لوحات وشراشف وتكايات كلها من الأقمشة المستعملة. حلو. وبعدين بدأت بمشروعي الصغير اللي هو الدمى، وأول دمية كانت من الألعاب القماشية، فنحن لأن الدمية القماشية بذاكرتنا، فعملت أول واحدة الجدة فكرت فيها الكبيرة، فكلهم حبوها يعني حتى يصير حوار بينها، وبعدين عملت البنت بينها وبين الحوار بينها وبين الست والجدة، واشتركت حتى معارض كثيرة بمهرجان الشام تجمعنا، يعني حتى كله مثل ما قلت لك هاي الدميه بذاكرتنا، ذاكره كل السوريين اكيد، لانه ذاكره الصبايا اليوم كل وحده كان عندها دميه خاصه فيها، يمكن بتلبسها بتنيمها جنبها. أيوة. بس اليوم يمكن مدام خلينا نقول كثير الاسعار اختلفت عن قبل وصار يمكن شوي في صعوبه انه نقي الالعاب الغاليه، فاليوم اذا قلنا استفدنا من الاقمشه القديمه ما في شيء بينكب مثل ما قلنا، قدرنا نعمل شيء كثير مميز. هلا مثل ما عم نشوف هي الدميه قد فيها تفاصيل من الالوان اول شيء، وان كان من اللبس وحتى الشوز بالرجل والطوق، خبرينا قد ايه بتهتمي بالتفاصيل اللي بتلفت نظر الاطفال بشكل كثير كبير. بحبوا الاطفال الشغلات البسيطه التفاصيل، فهي يعني موجوده بين ايدينا، يعني الاقمشه المتوفره بين ايدينا، ممكن انه كل صبيه كل سيده في عندها اكسسوارات عندها شغلات، حتى انه قصائص القماش موجوده عندها، ممكن انه بس بدها رغبه، يعني وحده ممكن انه عندها محبه هالشغله بتبدع فيها. هلا اغلبه ابره وخيط، خلينا نقول ابره وخيط يعني، وبعدين بعد ما نحشي هاللعبه في كمان متينه بتصير كمان بقطبه كمان معينه لحتى تضل المتينه وما تاثر فيها. يعني مثل ما قلت لك حتى الصبايا بالشام تجمعنا وقت اشتركت فيها كانوا وقت يشوفوها يقولوا هي لعبه سعادية بمسلسل ليالي الصالحية. صاروا يعرفون يعني. ايه، فبعد بس انا طورتها شوي يعني يعني حطيت لها شوي مثل ما شافت اكسسوارات شعر اكثر لمسات، ف هذا اللي بدنا نحكي عليه. يمكن هلا مثلا عم شوف هي كمان من خليني اقول الالعاب المميزة، كثير بنشوف هذا الشكل وخصوصا المعمول بالصوف كله، يعني ان كان الوش وحتى الشعر وكل شيء، وخصوصا انا كمان حتى دخلتي فيها شيء بخليها تثبت او تتحرك داخلها سلك ومع الديكرون، وهي كروشيه هلا كثير كروشيه كمان هو شيء من تراثنا، كثير صبايا بحبوا يتعلموا وسيدات شاطرين فيه، كيف ممكن تعمل منها هيك دميه؟ يعني انا كنت اول اعملها يعني ارسمها وساويها، بس هلا عم النت
هلا بنطالع القصات من النت، هلا النت يعني مجاله كثير واسع، فممكن طالع سيده من النت. ممكن شخص او صبيه تيجي تقول لك مثلا بدي مثل هي الصوره اعملي لي نفسها او شيء قريب منها، ممكن ممكن، بس يعني أفكار. كل لعبه لها طابع خاص، ما ابدا ممكن لا صغيره كثير، لعبه هي بسيطه كثير، هي بسيطه بس كثير حلوه، هي ممكن تتاخذ لاطفال باعمار كثير صغيره، ممكن ما تضايقهم وقت شوف. النوم او تكون كثير حلوه. شعرات السود هي شعرات الشقر. خلينا نعرف شوي، خليني اقول الـ الـ الخامات اللي عم تشتغلي فيها، وخصوصا عم نشوف في شيء من البيت، يعني مثلا ممكن وجه مخده يرجع تشتغلي فيه، حتى البطانه تبعيتها، يعني عم شوف في شيء ممكن شغلات قديمه ممكن تشتغلي فيها. ممكن طبعا كلها من الاقمشه المستعمله عندك، من الخام، من ماشي الخام، من القطن، كل شيء متوفر عند السيده بالبيت، ممكن انه تساوي لعبه يعني بسيطه كثير. كيف تقدري تسوقي لهي المنتجات اللي هي على قد ما انا حلوه، على قد ما انا اخذه منك جهد ووقت، وكل قطعه اكيد اخذه منك تفكير وخيال لحتى بلشتي تشتغليها، فحرام ما يكون في تسويق كثير منيح لها. والله بالمعارض بالبازارات بديت فيها، في اقبال كثير وكثير عم يحبوا، حتى في سيدات حابين يتعلموا. وانا عملت دوره بمجمع دمر الثقافي، حوالي 15 سيدة تعلمت، وكل واحدة تعمل لعبة كمان كثير حلوة، كل واحدة طابعها يحطوا أفكار جديدة من عندهم، ممكن تشبه شخصيتهم مثل ما هن بيحلموا، أوقات تكون دمية الخاصة فيها يكون هيك طبعاً شكلها. طبعا ممكن، ممكن يعني حتى ما عملي كل واحدة لها طابع خاص، كل سيدة عملت لعبة بطابعها الخاص بأسلوبها الخاص. أنا بشترك بمعارض، هي آخر لوحة عملتها هي مع خلايا النحل، أكيد مع خلايا النحل بشتاء 2021، آخر آخر مسابقة اشتركت فيها. هي تلاحظي انه كمان الوجوه هو هوايتي وعملي، ف دخلتي حتى الالعاب بالنفس باللوحه وفيها تراث. انا لبست التراث، هذا ماشي القديم تراثي. قد ممكن كل قطعه تاخذ منك وقت؟ مثلا اذا بدنا نقول هيك دميه بهذا الحجم اكيد بتختلف عن دميه بهذا الحجم، قد ممكن تاخذ منك وقت وجهد؟ يعني على حسب، يومين ثلاثة احيانا طول النهار، يعني بدك تشوفي شلون عم تطلع حلوة، فعندك تكون رغبة بدك تتركي كل شيء وتعدي تشتغلي فيها، يومين ثلاثة احيانا اسبوع على اذا كان في عندك شغل ثاني، بس هي ما بتحسي بتعب فيها تعب، بس بعد ما تخلص ما بتحسي فيها تعب. وبصير يعني حتى انتو كنت اعمل العاب، يجوا شباب، في شاب اشترى لعبة بتشبه أمه، قال لي هاي اللعبة بتشبه أمي. ايه فهو يعني أذواق، وهو اللي بيطلع من القلب بيدخل من القلب دائماً. طيب خلينا نحكي كمان عن العناية فيها، يعني يمكن هي كمان من الشيء الجميل إنه هنا بينغسلوا، يعني ممكن تحطيهم بالغسالة بيرجعوا جداد. في بعض الألعاب الجديدة إذا توسخت صعب تنظيفها، يمكن لا هي تحطيها بالغسالة، هي كلها مادة خام طبيعية، تحطيها بالغسالة ما بيأثر عليها أبدا، مي باردة تطلع نظيفة أبدا، هي صحية للأطفال يعني ما ممكن البلاستيك اللي بتزق. بهذا الوقت كثير الأم بتخاف إنه بعض الألعاب حتى مشاركتها ممكن ينقل من خلالها فيروسات أو شيء، فبالتالي دائما بتحاول تنظف الألعاب الأطفال بشكل دوري. يعني هي ابدا تحطيها بالغساله عادي، قماش لانه موجود عندك وطبيعي فما بيأثر ابدا. مدام هدى، شو اللي زاد لك؟ شو اللي اضاف لك اليوم صناعه الدمى؟ هي الاعمال يلي بدها كثير من الحب والوقت والافكار بنفس الوقت. اضفت لي اول شيء محبه الاطفال، انبسط انا وسعادتي وقت بشوف فرحه بعيون الاطفال. والناحية الثانية طبعا المادية، الناحية المادية كمان كثير عم يشتروا العاب عم يحبوها. هاي الناحيتين ممكن نقول عنها، وطبعا سعادة الأطفال أكثر شيء والفرحة، يعني أنا سعادة هي ما لا توصف، يعني وقت بتلاقي فرحتي طفل كثير حلو. أكيد. طيب اليوم نحن من خلال حضرتك طبعا وتجربتك الطويلة بهذا المجال، إذا في صبايا عم بيتفرجوا علينا أو حتى سيدات ويمكن عندهم هاي الأدوات بالبيت بس مو عارفانين كيف يبلشوا، فينا نحكي شوي عن المبادئ اللي ممكن تبلش فيها كل ست
عم بتشوفنا او كل صبيه لحتى تعمل لها شيء ممكن خط جديد حتى ولو بصناعه الدمى، مو شرط نفس الشكل، بس شيء ممكن تتعلمه من حضرتك؟ ممكن اول شيء القصه، قصه البترون اللعبه. انا اول بترون كان امي الله يرحمها كانت عامله العاب، فانا كنت محتفظه بالبترون وطلعته وساويت هذا البترون الدميه القديمه. فهلا في بالنت بترونات، على البترون تقصي اللعبه على البترون وقطبه وخيط، اللي بدها تكون السيده بتعرف القطبه البسيطه خيط على الاقل، يعني مو شرط تكون تعرف تخيط، بس تكون تعرف بس قطبه البسيطه. تفصل هالبترون وتخيطه بقطبه كثير بسيطه وتحشيه، وبعدين كمان تثبته بقطبه كمان عاديه وعلى ذوقها، يعني حتى الوش رسم الوش اللعبه والاكسسوارات واللباس كلها من الاقمشه الموجوده عندها وفره عندها. هلا الشيء المميز يمكن سلمى يلي حسيناه انه المدام هدى اول شيء بعد ما يمكن تقاعدت او تركت التدريس، خلينا نقول اليوم قدرت تعمل مشروع خاص فيها بادوات كثير بسيطه وبمواد اوليه كثير بسيطه، مع انه كثير من الاشخاص بيشكوا انه اليوم كل شيء غالي، ما قادرين نعمل مشروع، كل شيء بده راس مال، قد ايه الفكره هي غلط وبادوات صغيره وبمبالغ بسيطه كثير قادرين نعمل مشروع خاص يكون هو مردود بشكل دائم بحياتنا. طبعا مثل ما قلتي هو اول سبب الهوايه، المحبه، الرغبه. بتعملي مشروع من لا شيء، يعني احنا هذا المشروع من كل شيء موجود عندنا مع عملت هالمشروع، يعني مثل هو انا اعتمدت كمان على استفدت من مشروع خلايا النحل، الاستفادة من الأقمشة المستعملة، وعملنا فيها مخدات، عملنا فيها شراشف، عملنا فيه كتير شغلات حلوة. وكمان ممكن إنه من الشغلات البسيطة نبدع فيها ونعمل، مو شرط يعني هلا هي الناحية هي بتنتعش الاقتصاد، يعني أولا تتحول من الهواية لحرفة أكيد، بعدين استمرارية العمل والناحية المادية ما بننسى كمان لها دور كبير خاصة بهالظروف الصعبة. أكيد. كمان خلينا نحكي اليوم مثل ما قلتي مشروع خلايا نحل كان بوابة لكثير من السيدات، يمكن كان في كمان تشاركية بينكم، كل سيدة لها تجربة، كل سيدة لها قصة بشغلها واجيتوا صرتوا خلية واحدة، قد ايه مهمة التشاركية بالأعمال اليدوية ونقل التجارب بين بعض؟ طبعا لها دور كبير، يعني احنا بدينا كلياتنا سوا وبعدين كل واحد عملت مشروعه. فأنا بدأت بمشروعي بعد ما خلصت يعني إنه أنهيت وأخذت شهادة حرفية وبدأت مشروعي طبعاً، وأنا كمان عم علم يعني أي سيدة حابة تتعلم صنع اللعبة. ما قلت لك أنا حوالي 15 سيدة تعلموا وكلهم يعني جو بسعادة، جو من الفرح، يعني وقت بتعمل يعني بتنسى همومها وتعمل منتج حلو. هي بدي يعمل لعبة حلوة بدي يكون عنده رواق وبال طويل وأفكار يمكن. هي اللعبة يعني بتبلشي فيها هي بتحولك، يعني بصير مزاجك حلو، يعني أنت تعطي رواق هي شغل، هذا شغل بيعطي رواق. اليوم كلياتنا بحاجة لهذا الهدوء النفسي والاستقرار يلي منحسه، كيف إذا بيكون هو مهنة ممكن تعطينا دخل منيح، أو بالبداية مثلا تكون هي بوابة لمشروع خاص لكل السيدات اللي حابين يشتغلوا، كيف يقدروا يتواصلوا معك اليوم وتساعدين حتى بالترويج لمنتجاتهم، مو بس إنه نحن نتعلم وما نلاقي سوق لهي المنتجات، لا كمان بدنا نروج لهي المنتجات. إيه طبعا، لا أنا بدعو كل سيدة كمان بمشروع بمجمع دمر الثقافي، كل سبت نحن نجتمع من الساعة 10 ل 12 وممكن أنا يعني ساعدها أعلمها، ويعني هذا سعادة يعني بالنسبة إلي. أكيد. بالختام نتشكر وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق ونتشكرك هيك على هذا الصباح الحلو الرائق اللي شاركتينا فيه هاي التجربة المميزة. شكرا لك سيدة، شكرا لكم، كثير انبسطنا فيك مدام هدى ونتمنى لك كل التوفيق ولكل الصبايا اللي بيحبوا الأعمال اليدوية مثل ما قلنا بمجمع دمر الثقافي ممكن يكونوا موجودين ويتعلموا هاي المبادئ ويعملوا مشروعهم الخاص. كل الشكر لك. شكرا لكم. أهلا شكرا وسهلا. لك. أهلا.